الله الرحمن الرحيم. متواجدين حاليا في مشروع انجي برايم. احنا في البلوك اف اخر دور. نشوف الشقة الامامية 3 غرف وصالة. مساحتها 195 متر مربع. هي شقة رقم 65. طبعا تعتبر من افضل الشقق اللي موجودة في المجمع. لها واجهة امامية كاملة على البحر والمدينة والطبيعة. اول ما ندخل عندنا المدخل الواسع ما شاء الله. عندنا هنا الانترفون بالكاميرا بالإضافة إلى دواليب مجهزة من الشركة نفسها. فيها أرفف للأحذية أكرمكم الله. هنا للملابس طبعا أرضيات سيراميك درجة أولى. وهذا الصالة ما شاء الله تبارك الله تقريبا 8x6. مساحة كبيرة. واجهة أمامية إطلالة جميلة جدا على البحر. عندنا ورق الجدران بالإضافة إلى تمديدات المكيف موجودة في جميع الغرف والصالة. ديكورات السقف ما شاء الله تبارك الله. هذه الإطلالة من الواجهة الأمامية. إطلالة كاملة على البحر. طبعا هنا عندنا فندق النوتيل جواهر مول أيضا قريبة من المجمع. وهذه الإطلالة الجميلة على المدينة والبحر. وهذه إطلالة كاملة على الطبيعة. راح نشوفها بشكل أوضح من البلكونة. عندنا هنا المطبخ ما شاء الله تبارك الله. مطبخ ضخم طبعا الدواليب في الجهتين. الأرضيات سيراميك. نوع الخشب جودة عالية. وهذه البلكونة الأمامية مشتركة بين المطبخ والغرفة الأولى. مثل ما انتم شايفين ما شاء الله مساحة كبيرة. إطلالة كاملة وشرحة على البحر والمدينة. مجمع سكني متكاملة الخدمات. عندنا مسبح مغلق. جيم. ساونا. فتنس. حمام تركي. طبعا خاصة بالنساء وخاصة بالرجال. ما عدا المسبح مشترك. يوم للرجال يوم للنساء ويوم تكون العوائل. عندنا 3 أدوار مواقف سيارات مغلقة بحيث كل شقة يكون لها موقف. وهذه الغرفة الأولى طبعا فيها تمديد المكيف وإطلالة كاملة على الطبيعة. لها مخرج البلكونة الأمامية. نكمل نشوف باقي الشقة. هنا عندنا دورة المياه الأولى أكرمكم الله. هذه دورة المياه الثانية كاملة. هنا الممر. وعندنا هنا الغرفة الثانية أيضا واصل لها تمديدات المكيف بإطلالة جميلة على الطبيعة. هذه غرفة النوم الرئيسية. تناسق الألوان فيها جميل جدا. والإطلالة أيضا كاملة على الطبيعة. مثل ما انتم شايفين عندنا البلكونة. عندنا دريسنج روم متكامل. هنا عندنا دريسنج روم بالإضافة إلى دورة مياه داخل غرفة النوم الرئيسية.